باين عليك انا مش هتيجي غير بالعنف. عرفت منين انا بحب العنف؟ والله الله. ايه الخبط والرزع ده؟ ده جاي من ناحيه اوضه نوم الاولاد. ما تيجي نروح لهم ليكون في حاجه. اقعد يا راجل اقعد، ما فيش حاجه. عرسان جداد بقى وانت عارف ولا نسيت؟ لا ما نسيتش. حكم الواد حازم ابني ده ولد مجرم من غير شرب الكوارع. شكرا يا نهاد. ها طمنيني. اطمنك مفيش فايده. مفيش فايده؟ يعني ايه؟ الحبايه ما جابتش نتيجه؟ مش عارفه اقول لك ايه. انا مكسوفه بجد، مش عارفه اقول لك ايه. الولد منتهي يا فؤاد. منتهي؟ وحبيبه قلبه مامي مقطعه نفسها من العياط. لا ده جبله بقى. معلش يا حازم، انا لولا شويه التعب اللي جولي دول واني مش قادر اسوق انا ما كنتش عطلتك معايا. ولا يهمك عمي. قول لي يا حبيبي، إيه انت عملت تشيك اب قبل كده؟ لا الحقيقه ما عملتش، انا الحمد لله صحتي زي الفل. انت متاكد؟ ها يعني تطمن. يعني انا طول عمري راجل رياضي، لا ليا سجاره ولا كاس ولا اي حاجه تانية، ومع ذلك قلبي تعب فجاه. سلامه قلبك يا عمي، انا الحمد لله قلبي زي الحديد. يا ابني في حاجات تانية لازم تبقى زي الحديد. قبل الجواز كان عندك علاقات نسائية؟ الكلام ده بيني وبينك ولا انت بتسيحي؟ بتعد لحد كام؟ وبعدين هو في ايه بالظبط حضرتك؟ انا اللي بسأل هنا. انا عايز اعرف بقى العلاقة الحميمية بينك وبين زوجتك ماشية بصورة طبيعية ولا فيها اي خلل؟ هي وصلت للعلاقة الحميمية وانا جاي احلل ايه بالظبط؟ تحليل ذكورة. ذكورة؟ الحمام على ايدك اليمين وانت خارج. اختلي بنفسك. اختلي بنفسي؟ مال التشيك اب ومال الذكورة يا مدام؟ أنسها من فضلك، وبعدين إيه اللي يمنع إن إحنا نتأكد؟ أنت عايزة تحللي القرشين؟ بقول لك إيه؟ مراتك بتشتكي منك. إيه؟ مرات أنا بتشتكي مني؟ بتشتكي من إيه بقى إن شاء الله؟ عريس جديد وفي عيادة الذكورة، هكون بتشتكي من إيه؟ سنانك وجعك يعني؟ ده إيه كمية الشربات دي؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ انطقي بدل ما أعملها معاكي. بجد؟ يا ريت. يا وليه في ايه؟ لا 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 بس الحقيقه حماك وحماتك اصدقاء ليا وهم يعني اللي عرضوا عليا مشكلتك دي. مشكله؟ هي بقت مشكله؟ الخبر اسود ومنيل. مشكله؟ هي وصلت مشكله؟ ما تلحقونا يا جدعان يا جماعه. افواد ايه؟ افواد باشا. خير ايه؟ خير خير ايه؟ خير يا دكتوره. هيجي منين الخير؟ هيجي منين؟ بقى انت منيمني وجبني هنا علشان تحللي عشان شاكك في قدراتي؟ يوم تيجي كده يا حاجه انت سيبني على الدور. حرام عليك. ما تتكلم يا دكتوره. هتكلم اقول ايه؟ هم الرجاله كده اول ما تقابلهم مشكله من النوع ده ما يحبوش ابدا يواجهوها. يواجهوا مين يا ابو الهول؟ يا ولاد جاي على اكبر ميزه فيا وتشككي فيها. انا مش هسيب الولايه دي، انا مش هسيبك. جاي تشككي في قدراتي يا راجل؟ على فكره بقى يا عمي بنتك دي كدابه، مش مداني فرصه حتى ان انا ابوسها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا شفتها بتعاملك بمنتهى الود والحب. ده قدامك بس يا باشا، لكن اول ما بيتقفل علينا اوضه بحس ان انا معايا سيد معوض. اسمع أنا بنتي ممكن تعمل أي حاجة إلا الكد. ماشي يا باشا أنا هثبت لك. إيه يا عم أنت؟ إيه؟ شفت عفريت ولا إيه؟ إيه اللي أنت عامله في نفسك ده؟ كنت باخد دش، عايزين أطلع لابس إيه؟ أنا طبيعة. راح فين؟ هو إيه اللي راح فين؟ راجع من التمرين داخل آخد دش. حلو أوي، ما تيجي بقى ناخده مع بعض. ناخده مع بعض؟ ماشي. ودشك بقى وجلك وشاور جلك وشباطك ودلع. أوعى من وش الساعات. إيه إلا الساعات. ليه؟ عشان الساعات دي ساعة الحزم. يعني إيه؟ يعني دقة ساعة العمل. اثبت يا حازم. دقة ساعة الزعف. اثبت يلا. دقة ساعة الانتصار. هقل معاك. يا رجوع إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام. إحنا فين كده؟ أوكي
انت عايز تلعب الماتش والغالب يظبط تاني. اه سنتاري. اوه انتوا ساكتين ليه يا كباتن؟ ابو فين؟ ابو فين؟ ابو فين؟ الحقونا الحقونا يا جماعه، انتوا مستنيين ايه؟ لما تموتني حرام عليك حرام عليك. اوي يا ماما يا حرام يا ماما. اه مش عايز اتعب عليك، مش عايز اتعب عليك. الله الله الله، مش عايز اتعب عليك. قدك ده حرام عليكي، أول مرة أعرف إنك كدابة. من فضلك يا بابا، أنا وافقت على جوازي دي عشان أوديك، أكتر من كده مش هقدر. لا هتقدري وغصب عنك. خلاص يا فؤاد اهدى، مش كده. أنا مش هعمل حاجة غصب عني تاني، سيبوني أعيش حياتي زي ما أنا عايزة. يا بنتي وهي العيشة اللي أنتِ عايشاها دي أصلاً عيشة؟ أنا هفضل كده ومش هتغير. إيه خلاصي. عمي عمي أرجوك، سلمى مراتي وإحنا قادرين نحل مشاكلنا مع بعض. مشاكل ايه اللي احنا هنحلها مع بعض؟ لا انت طايقني ولا انا طايقاك، احنا نتطلق ونخلص. هنتطلق بس مش دلوقتي علشان ما نضايقهمش. يوه رايحه فين؟ انا زهقت بقى من العيشه اللي انا عايشاها دي. يعني انا اللي ما زهقتش؟ ايه التيشيرت اللي انت لابساه ده؟ حاسه ان انا متجوز واحد صاحبي. كلكم تافهين، ما يعجبكوش غير تلبس المحزق والملزق. يا ريت كانت مشكلتك في اللبس. فين الرقه؟ فين الانوثه؟ ياه انت مش طايقني الدرجه دي؟ طب انا اتجوزتك عشان ارضي ابويا، انت بقى اتجوزتني ليه؟ علشان ارضي ابويا برضه. بقى تضحي بكل الموزز دي عشان ترضي ابوك؟ موزز؟ اه طبعا موزز. ما انت ماسك لي كاميرا وعمال تجري لي ورا البنات وتقول لي مدير واعلان. حازم تقدر تقولي حاجه واحده ناجحه في حياتك تفتخر بيها؟ حاجات كتيره طبعا. ولا حاجه، على الأقل أنا خدت 3 مرات أحسن لعيبة في مصر. قبل ما تواجه الناس بعيوبها، واجه نفسك بعيوبك. اتفضلي انزلي، انا هروح اسهر مع اصحابي شويه. وانا ما سالتكش انت رايح فين. ايه التيشيرت اللي انت لابساه ده؟ حاسه ان انا متجوز واحد صاحبي. قبل ما تواجه الناس بعيوبها، واجه نفسك بعيوبك. يا ريت كانت مشكلتك في اللبس. فين الرقة؟ فين الانوثة؟ تقدر تقولي حاجة واحدة ناجحة في حياتك تفتخر بيها؟ حضرتك تاخد عربية حازم بيه؟ لا. طب اطلع اجيب لك بتاع الكاوتش. هينفخهم ازاي بس يا عم خلف؟ لسه هيفكهم وياخدهم وحلني بقى وانا مستعجله. صباح الخير يا خلف. صباح الخير يا حازم باشا. افتح.